السلام عليكم، حياكم الله معنا مرة ثانية في كورسنا المختصر المغالطات المنطقية. طبعا المغالطة رقم 8، السؤال المشحون أو المركب. طبعا السؤال المشحون أو المركب هو تكنيك يعمد إلى دس فرضيات مسبقة غير مبررة وغير داخلة في التزامات الخصم بطريقة السؤال مغلق. يعني مثلا السبب أنها مغالطة، أن السؤال يحمل افتراض غير صحيح ويجب المقابل على الجواب بالنعم أو لا، والسؤال أصلا في سياق في نفسه خطأ، يعني يكون سؤال مغلق يا نعم أو لا. طبعا من أنواع، مثلا يقول لك كمثال عليه، يقول لك هل توقفت عن ضرب زوجتك؟ فإذا قلت لا إيه معناها إنك كنت تضرب، وإذا قلت لا معناها توك توقفت عن هذا، فالسؤال ملغوم ويعطي اعتراف منك بفرضية غير موجودة أصلا. طبعا مثال ثاني يقول هل تؤيد حرية السوق وترك الرخاء يعم رجال العالم؟ طبعا حرية السوق يعني مطلوبة بحدود معينة وفي إطر معينة، ما والرخاء طبعا الرخاء أيضا موضوع ثاني، فشبك الموضوعين وإنك ينطلب منك إجابة نعم أو لا هذا موضوع في مغالطة بينة. طبعا الرد عليه توضيح بأن هذه مغالطة، والافتراض في السؤال غير صحيح، يعني مثلا لا أضرب زوجتي ولا توقفت عنها أصلا، مثلا على إجابة السؤال، ومثل ما قلنا تجاوب أنها هل تؤيد حرية السوق؟ حرية السوق في ضوء التزامات وفي ضوء اتفاقيات ممتازة، وإذا تخدم الناس نمشي فيها. فنفس الطريقة، والرخاء هذا موضوع يعني كبير يحتاج لعدة أمور. يعني على سبيل المثال ردينا على المثالين هذه، وشكرا، يعطيكم العافية.